نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة صالحة، بعيدة عن عبادة الأصنام، بعيدة عن الفواحش، بعيدة عن الأغاني. نعم. جنوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم il grandit loin depuis l'adoration aux idoles, depuis bonne immoralité, depuis toute bonne forme, qualité, la musique. Tout ça, il grandit vraiment loin depuis ça. Ça va dans l'environnement malpropre. لم يسجد قط لصنم من الأصنام عليه الصلاة والسلام، حماه الله سبحانه وتعالى. Et pour le Mohammed صلى الله عليه وسلم, jamais il fait sajda pour 15 idoles. Et ça est montré qui Allah nous préserve. وكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق حسن. نعم. Et nous qui pouvons le Mohammed صلى الله عليه وسلم tient un bon caractère. أجمل الخلق خلقة عليه الصلاة والسلام. أجمل الناس في الخلقة. وأجمل الناس في الخلق. Il est genou et parmi les meilleurs du monde dans son khilqa, ça veut dire son sifatul khuluqiyya, son comment il a créé, son physionomie, si on peut dire ça. Et même dans son caractère, tous les deux, ajmal, ça veut dire plus et plus joli. أجمل الناس خلقة وخلق. يعني في الخلقة في الوجه في الجسم. وأجمل الناس في الأخلاق. لا يجوا يجمعون يجينا لا بوتي لا فاشون كي الله إنكريلي صوفي كيت صوبن كيت صوفي كأنه راني. إيه يجمعون كنا بلي بون بلي بون مانيير بلي بون كاراكتير أنكور يبولي ميم تو سالا. أطيب الناس رائحة لا تشم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رائحة طيبة كأطيب من ريح المسك. رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبان بن جنون كنا بليبان بان بولودي يجون بساتي دبيلي اكسبت بولودي بليميلودي كي مسك كي بيالي ديسا مسك بيسون صلودي بليميل كيسا. إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ومشى يأتي الناس ويشموا الرائحة يقولوا مشى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق لما يرى في هذا الطريق من أطيب الريح. هذا بعد أن يمشي. حتى كانوا يأخذوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يضعوه في الطيب حتى يزيد طيبا. Vous mettez dit dans l'essence en des façons qui ça l'essence qui quand vous pouvez libérer encore. La ilaha illallah. يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا اطيب من كف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم انعم من الحرير. Il y a des gens, il y a des gens rapportés qui prennent tous la main pour une main ça plus soft qui silk. Les gueux sont leur main vraiment soft. Plus soft qui? Plus soft que la soie. Sont leur main. Sont cafres, on veut dire. Sont leur main. أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. شجاع عليه الصلاة والسلام. Et même ça, il dit nous, le Rasoul عليه الصلاة والسلام, qui est brave en quantité. Par exemple, il dit nous, plus brave qu'il nous capable de connaître. في معركة حنين, باغت الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالهجوم فر أكثر الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجنو دم باتاي حنين أبوي كونك بادق فتر مكة لا لا في حنين الطائف ثقيف. نعم بعد فتح مكة بعد فتح مكة يجنو سباتاي حنين يجنو كما يبن لن من التاكزود
بوبي مازون دي بان صحابان فلي يجون الرسول صلى الله عليه وسلم يتني في ممري. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما فر الناس وبقي هو ومعه قلة من الصحابة؟ إلى أن ملوك الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أبوكي مازوريت جمون نعلي تجين فري إكسبتم تبوك جمون كستدعي أبكري أمام جيش نفاني العامي نفاني. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وصاح بأعلى صوته قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. شجاع لا يخاف الموت. ليلى لتان من كذ العمير فالي يمر على جمل. نعم يمر له صصامو يجينو لي رسول الله ابن عبد المطلب يبين ما تهالي. أنا النبي لا كذب. موي بروفيت لا كذب زافيدي نا با مونسونس. نعم قام أحد الكفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عند شجرة، وجاء أحد الكفار ووضع السيف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فواياز دومي وبين بيت بوا ليلة بين دومي كف كافر إن فينين بوسان صعب. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار بحسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يدل avec bon كفار avec bon manière. كان الداخل إذا دخل إلى المسجد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، لم يتميز عن الصحابة لا بلباس ولا بجلوس ولا بهيئة، حتى يدخل الداخل إلى المسجد ويقول: أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. لم يتميز عن الناس لا بلباس ولا بركوب ولا بشيء، متواضعا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم سيان جمون يفيني يغط دان مسجد إلا جوت بابو كافة سا تستنكشن لكالي أبوز يبا تستنكالي avec son bon compagnon دان نيفوم لا فاسون كي سانزي لا فاسون كي يأسيزي يجو يبيه باريز اوت مين سيان جمون ينتري لا يبزا دمادي لكال محمد جوت بزا دمادي أبوز جوت بابو وا سا تستنكشن بجدي محمد صلى الله عليه وسلم. زاهدا أزهد الخلق عليه الصلاة والسلام. إليه النبي عليه الصلاة والسلام جنا وكل زوجة بدي son détachement quand il n'a pas vraiment l'attachement avec sa matière world. ما أراد الدنيا. إزامن إن في الدنيا. جاءته الأموال فقسمها عليه الصلاة والسلام، لم يبق شيئا له عليه الصلاة والسلام. إليه جوسي wealthy مني. وتابعوا لا ريسس بولي يجو يبارطاجا avec ban du monde il paquet nan rien pour lui. عندما هاجر من مكة إلى المدينة كان في هجرة من مكة إلى المدينة، أول شيء تفكر فيه إذا انتقلت من بلد إلى بلد، أول شيء تفكر فيه ماذا؟ تفكر أن يكون لك قصر أو بيت. أول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة بنى المسجد. يجون يجون، par exemple, les gens qui étaient payés par des gens là, doivent aller là-bas. Qui peut mieux quelque chose pour faire? يجون peut mieux faire la case. Non. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المدينة، peut mieux quelque chose qu'il bâtit, c'est bâtit son masjid.